عندكم خبرة في ربما في مجال الأحداث غير كما بديتوا ولا هي ربما أول دورة تكوينية خاصة لهذه السنة بالنسبة للقضاة، وراح نواصل أكيد أنه بعد أسبوعين تقريبا راح تكون عندنا دورة تكوينية ثانية لقضاة الأحداث وقضاة شؤون الأسرة. الموضوع مهم جدا لأنه يتعلق ربما بمبدأ مهم من اتفاقية حقوق الطفل واللي كنا نتكلم عليه، لكن مهم جدا أننا نزيل نتمنوه أكثر. هذا المبدأ هو المصلحة الفضلى للطفل، قانون حماية الطفل اللي مستمدة أحكامه من اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات ذات الصلة، يتكلم أنه كلنا يعني كقضاة كحماية اجتماعية كل إجراء يتخذ إما إداري أو تدبير أو حكم قضائي لابد أن يكون بناء على المصلحة الفضلى للطفل. يعني الجزائر من أول الدول اللي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، ويمكن كان لها مشاركة في صياغتها. الجزائر كانت يعني أحد خبرائها اللي بيمثلوا دائما الدول كان عضو في لجنة حقوق الطفل إلى فترة طويلة، وهو كان يعطي التفسيرات للدول. أضف إلى ذلك أنه الآن في الجزائر بال 2015 القانون حقوق الطفل، 2017 أسست الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وسميت المفوضة الوطنية للطفولة، ويمكن هذا في إطار المنطقة تجربة فريدة من نوعها وتستحق أنه أيضاً تنقل إلى الدول المجاورة.